عشان طيب. الدولار. احنا قلنا الاربع فرق اللي وصلت طب خلاص للدور قبل النهائي, توقع ومين بقى اللي يكون في النهائي ويكسب البطوله؟ والله انا لما بتوقع بيحصل البطوله يعني يعني نيجيريا وجنوب افريقيا, المفروض نيجيريا المفروض الماتش ده برضو قوي قوي جدا يعني. وبعدين جنوب افريقيا برضو اول ماتش ليها في البطوله اتغلبته من مالي والناس كلها اتكلمت, كان فرق كبير بين مالي وبين جنوب افريقيا وشالوا عدد كبير من الاهداف في البتاع, ولكن سبحان الله مالي تخرج تودع البطوله وجنوب افريقيا هي اللي تكمل للدور قبل النهائي, فده بطوله ملهاش اي مقاييس وملهاش اي معايير. تقدر تقول يعني غير توقعات بس كده على خفيف, انت بتتكلم نظريا نيجيريا مش بقلب يعني. انا لا انا بقول يعني نظريا نيجيريا وجنوب افريقيا لا يبقى نيجيريا, رغم ان جنوب افريقيا عامله عروض كويسه جدا واللي شايلها صن داونز, وكنت اتمنى ان لعيبه الاهلي تشيل منتخب مصر زي ما لعيبه صن داونز شالوا منتخب جنوب افريقيا. انت لازم تدخل لعيبه الاهلي. لا انا بتكلم باعتبار ان النادي الاهلي هو اللي له باع في الدوري ابطال افريقيا لما نقارنه بصن داونز اللي هو له باع دلوقتي في البطولات. حصل قبل كده مع منتخب مصر في وقت ما وقت منتخب مصر كان لعيبه الاهلي كانت شايله برضه. ما هو لعيبه الاهلي والمحترفين الاهلي والمحترفين يعني نص قوام المنتخب من ال 27 تقريبا او تلتهم او 40% منهم من لعيبه النادي الاهلي. في حوالي 9 لعيبه برضه من يعني ما ممكن لو شفنا معاك اللعيبه في التوقيت ده, قصدك التوقيت ده ولا كان قبل كده ايام كابتن حسن شحاته؟ لا في امم افريقيا وفي حسن شحاته كان اغلبهم من من النادي الاهلي. ما انا عشان كده بقول لك كنت اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي كانت تشيل المنتخب في عثرته دي في امم افريقيا دي زي ما لعيبه صن داونز شالوا منتخب جنوب افريقيا. ما تتحسبش كده برضه, هو لازم يكون حاله فوقانه. الصراحه صن داونز هو افضل فريق فايق في قاره افريقيا في الوقت الحالي هي, فبالتالي ومعاه الاهلي يعني برضه ما تقدرش تغفل ان المنافسه حاليا بين الاهلي وبين كم لاعب بيلعب صن داونز. هي دي النقطه, بيلعب في ارضيه الملعب, هي دي النقطه ولا غلطان؟ كم واحد كان بيلعب الاهلي؟ مش الشناوي طبعا, الشناوي, عبد المنعم, مروان عطيه, محمد هاني, محمد هاني, وساعات عمر كمان, بس عمر كمان مش محسوب في خلاص حسبت الاهلي بالصوره. لا بلاش عمر كمان, بلاش عمر, طب 4 من 11 وامام عاشور 5 يعني 5 من 11 تقريبا ثابتين على فده عدد كبير برضو من شايف انه عدد كبير طبعا. ما هو تقريبا انت بتتكلم على نص قوام المنتخب يعني عشان نظريه برضه, نظريه بالنسبه لك. ما انا بقول لك انت لما صن داونز نفع مع جنوب افريقيا النادي الاهلي لعبته لا ما نفعوش منتخب مصر رغم كل الامكانيات اللي اتقدمت للنادي الاهلي وتريح النادي الاهلي وتاجيلات للنادي الاهلي للنادي الاهلي, ولكن طبعا هي القصه مش في النادي الاهلي يعني, القصه في منظومه الكوره اتحاد الكوره تمام. ولكن طيب. انا كنت عشمان ان لعبت النادي الاهلي تشيل المنتخب في الوقت اللي فيه عثره في للمنتخب. عايز تقول حاجه في النقطه دي بالذات يا عبد الرحمن؟ لا لا النقطه دي تحديدا لا يعني, بس انا هحط, انا طبعا هحط نيجيريا وكوت ديفوار في النهائي, ونيجيريا بالنسبه لي افضل فرقه من البطوله. انا قلت لك لما تعادلوا مع غينيا الاستوائيه اول ماتش قلت لك هم تعادلوا بس كانت فرقه متوحشه في الملعب, وفعلا هم بالنسبه لي افضل فرقه في البطوله لغايه دلوقتي. طيب يبقى نيجيريا وكوت ديفوار. كوت ديفوار تاخدها ولا نيجيريا؟ نيجيريا مش كوت ديفوار يعني, هم الصراحه كوتوفار هي عندهم حظ في امور يعني غريبه صراحه, بس يعني برضو حلاوه ان البطوله تبقى شكلها حلو ان صاحب الملعب يكون طبعا مع صاحب الارض يعني. طيب اسمحوا لي نطلع لفاصل.